ومشاهدينا حتى نعرف شنو المسموح والممنوع في رياضة حوامل عفواً. ويانا بالاستوديو الدكتورة أفان سليمان، أخصائية الأمراض النسائية والتوليد والعقم، وأيضاً ويانا الكوتش جوليا حتى نتناول الموضوع من الطرفين. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم، أهلاً بكم، نورتونا. طبعا احنا اليوم سلطين الضوء على موضوع كلش مهم ودائما نسمع بيها المره الحامل. دكتوره دائما اول ما تحبل يعني يقولوا لها لا تتحركين، لا تسوين، خاصه بمجتمعنا، واذا تروح رياضه معناته جايت خاطر. فهل هذا الشيء لازم انه تكون فعلا هي فتره خلال حملها انه تكون براحه تامه وما تتحرك وما تسوي رياضه؟ لا بالعكس، الرياضه تكون مطلوبه خلال الحمل، خصوصا اللي يكون يعني عندهم وزن، حتى انه يعني احنا بالحمل عادة المرأة يكون عندها الأكل يعني يكون أكل زايد، يعني تأكل صحيح. تأكل الاثنين مو الواحد، هذا الشيء موجود. إحنا نحاول إنه نقول لها يعني أقل شيء إنه تمارسها المرأة خلال الحمل إنه المشي نص ساعة يومياً. إذا كل شيء ما قدرت تسوي، يعني ما قدرت تمارس رياضة أو ما قدرت تروح يعني نوادي رياضية أو قاعات رياضية، بهاي الحالة المشي نص ساعة يومياً يكون فشيء كلش مهم بالنسبة للمرأة الحامل. فعلاً أكيد. طيب كوتش، حابة أعرف من حضرتك شنو هي فوائد الرياضة للمرأة الحامل؟ هلا اكيد الرياضه فيها فوائد لا تعد ولا تحصى للسيده خلال فتره الحمل. من اهمها اكيد انه هي بتحافظ على الوزن الصحي خلال هي الفتره، بتحسن النوم، اكيد بتعمل على تقويه العضلات، وخصوصي اكيد الدكتوره بتوافقني انه الأنثى خلال فترة الحمل بصير عندها ضعف كتير كبير بالمفاصل، ارتخاء بالمفاصل، ضعف بمنطقة أسفل الظهر، فكتير ضروري إنه نحن نقوي العضلات لحتى تساعد هي المفاصل على حمل الوزن، خصوصي إنه هي بتحمل وزنين. أكيد في إلها فوائد أخرى طبياً، مثل إنه هي بتحميها من سكري الحمل من خلال تنظيم السكر بالدم، اكيد كمان تحميها من خطر ارتفاع ضغط الدم، كمان ممكن تحميها جدا من موضوع الامساك، لانه نتيجه فيها كثير نساء حوامل خلال فتره الحمل بيكون عندهم قله بالنشاط الحركي، وهذا الشيء ممكن يسبب الامساك، فالنشاط بيحرك الامعاء وبيخفف كثير من اعراض هي المشكله. وطبعا في كثير دراسات اظهرت يعني انه الانثى او السيده اللي عم تمارس الرياضة خلال فترة الحمل كتير خففت من أعراض الاكتئاب خلال مرحلة الولادة، وأيضا الاكتئاب ما بعد الولادة، يعني شيء مهم طبعا. طيب دكتورة، خلينا شوي نتحدث على آخر تقنيات اللي صارت هسه حاليا موجودة المساعدة لإنجاب خلينا نقول الحوامل، شنو هاي التقنيات؟ هسه هاي التقنيات الموجودة، احنا نقول إذا بعد سنة من الزواج الزوجين خلال هاي السنة حاولوا يعني صار عندهم حمل وما صار بدون ممارسة أي نوع من وسائل الامتناع عن الحمل، فالأفضل أنه يلتجؤون إلى الأطباء أو الطبيب المختص حتى نشوف شنو الحالة اللي عندهم. فالتقنيات المساعدة على الإنجاب تكون واحدة من هاي الطرق لتسهيل عملية الإنجاب أو لتسريع عملية الإنجاب. هذه تكون عن طريق إما رصد الإباضة، التلقيح الاصطناعي، أو الأطفال الأنابيب. فكل حالة بحالتها، يعني احنا ما راح نقول اللي ما صار عندهم حمل بعد سنة رأسا اتجهوا الى اطفال الانابيب، ممكن عن طريق رصد الاباضة، متابعة الاباضة عند الزوجة تصير الحمل خلال شهر واحد. يعني دكتورة خلينا نقول هل التقنيات لها دور في علاج العقم، يعني تعالج الحالات العقم؟ اكيد، وهذه التقنيات هسه صارت بها تطورات هواية راح تساعدنا في حل مشاكل العقم عند الزوجين، مو بس الزوجة هي تكون مسؤولة عن هذه المشاكل، ممكن الزوج هو يكون له دور بهذه المشاكل، فهذه التقنيات راح يكون لها دور كبير. انا احب انوه هنا انه مثلا اللي يسوون اطفال انابيب يخافون من الحركه، يعني اول سؤال يجوني يسالوني يقولوني دكتوره احنا هاي 9 أشهر لازم كلها نخليها بالفراش، يعني ما نطلع ما نتحرك، ماكو حركه بها، هذا الشيء غلط جدا. واحنا نقول لهم يعني انه الحركه لازم حتى باطفال الانابيب ما نشجع انه تكون يعني مقيده بالفراش، لازم الحركه، لان الحركه مثل ما قالت كوتش جوليا هي راح تساعدها بقل يعني تقليل التعب، الارهاق، النفسيه، حتى الكابه الاكتئاب عندها راح يقل، نفسيه الحامل تكون احسن مع الرياضه. اكيد فعلا. طيب كوتش همينة، حابه اعرف من عندك شنو هي هذه التمارين اللي تقدر تسويهم المراه الحامل، وايش قد الوقت يكون يعني مناسب انه تقدر تتمرن به، يعني ساعه يكفيها، نص ساعه يكون كافي، ايش قد الوقت همينة؟ هلا بالنسبه لي انا بنصح تقريبا بممارسه 150 دقيقه اسبوعيا من الشده المتوسطه من رياضه الايروبيك اللي هي الرياضه الهوائيه، تقريبا ما يعادل 20 دقيقه يوميا.
من الشدة المتوسطة. وطبعا إذا هي ما كان من أهم الرياضات أنا اللي بشوفها كرياضة هوائية هي رياضة السباحة أو رياضة التمارين داخل الماء، لأنه هي أساسا بتنوصف هي رياضة للناس اللي عندهم وجع بالمفاصل، للناس اللي عندهم أمراض الديسك وهالقصص هي، لأنه هي بتحمل من وزن الجسم وبتخفف الضغط على المفاصل كتير وبتحرك مجموعات عضلية كبيرة وفيها شد يعني عضلي، إضافة إلى أنه بتنظم التنفس بشكل كتير كبير. فهي أنا بشوفها من أفضل الرياضة للمرأة الحامل خلال هاي الفترة. إضافة إذا هي حدا غير ما كان ممارس للرياضة قبل فترة الحمل وحبت أن تمارس الرياضة وما كان عندها قدرة أن تمارسها بشدة متوسطة، فهي ممكن تبلش برياضة المشي، رياضة جيدة جدا، ممكن تمارسها تقريبا 5 إلى 10 دقائق يوميا وتحاول تزيد هاي المدة بشكل تدريجي لحتى نوصل للهدف الأساسي اللي هو 150 دقيقة أسبوعيا. أكيد فعلا. طيب دكتورة خلينا نرجع على هذه التقنيات اللي احنا حكينا بها، انه ايش قد ممكن السيدة تقدر تعيد مع هذه التقنيات حتى تصير يعني خلينا نقول الحمل، وهمنا نسبة النجاح نريد نعرف ايش قد نسبة النجاح. هي بالنسبة للتكرارات اللي حتصير بهاي التقنيات، تقنيات اطفال الانابيب، ماكو عدد محدد، يعني مثلا انه المرأة عليها مثلا 3 مرات تحاول بعدها 3 مرات انه تقول خلص يعني ما راح يكون عندي يعني نسبة نجاح. ممكن بالمحاولة الرابعة، ممكن بالخامسة، أكو مرضى مسوين محاولات يعني 7 محاولات وبعد المحاولة السابعة صارت عندهم أطفال. فهي ماكو عدد محدد من المحاولات لأطفال الأنابيب إنه اللي يقيدنا بعملية طفل الأنبوب أو بهاي التقنيات المساعدة على الإنجاب. ما دام اكو يعني بيض واكو حيمن فممكن اجراء هذه العمليات. ونسبه النجاح نسب النجاح حسب يعني قامت تزيد يوم عن يوم نتيجه هاي التقنيات الموجوده والتطورات اللي صارت بهذا المجال. فنسب النجاح قبل كانت 35 إلى 40%، هسه قامت توصل الى 60-65%. ما شاء الله، يعني الفرصه صارت اكبر. نعم، حتى المقبلين على اطفال الانابيب نسبهم قامت تزيد، يعني هسه صار تقريبا يتضاعف النسبه عن القرن السابق، خلينا نقول يعني مثلا بالفئه السابقه. زادت عندنا عدد المراجعين اللي يريدون اطفال الانابيب لان التوعيه صارت اكثر بها. نعم. طيب دكتوره انت مثلا المراجعات يمش يعني من اي شهر تنصحيهم انه هم يقدرون يتمرنون؟ اكو اشخاص يقولون انه انتظري لحد الشهر الثالث انه يثبت الطفل وبعدين انه تقدرين مثلا تمارسين حياتك، تروحين مثلا تسوين الاشياء اللي تكونين متعوده عليها، بس الاشهر اللي بالبدايه شويه ارتاحي بيهم. نعم، وخصوصا باطفال الانابيب احنا نقول لهم اول 3 شهور هذه تكون يعني المعقده، او اول 3 شهور المعقده بالنسبه للحمل. فخلي يعني حتى اذا حركتها تكون حركه يعني بشده متوسطه مثل ما قالت كوج جوليا، بس بالثلاثي الاوسط اللي هي الشهر الرابع والخامس والسادس هذه تكون فتره مناسبه جدا للرياضه. ولكن بالأشهر 3 الأخيرة بالسابع والثامن والتاسع بهاي الفترة احنا نشجعهم انه اكو رياضات خاصة لتسهيل الولادة، اكو عمل يعني تمارين التنفس الشهيق والزفير اللي راح تساعدها، هذه تكون مهمة جدا تمارسها بالأشهر 3 الأخيرة. حلو. طيب كوتش هم انا حابة اسأل حضرتك شنو أهمية الأثقال؟ يعني ده نشوف اكو بالفيديوهات نساء مثلا هم حوامل ودي يرفعون أثقال وحتى بأوزان يعني ثقيلة، شنو أهميتها اليوم؟ صحيح. هلا اذا كانت السيده قبل ما تبلش مرحله الحمل هي من الاساس رياضيه وهي من الاساس كانت تحمل اوزان وتتمرن بمستويات عاليه، فهو ما غلط ان هي ترجع تكمل بممارسه هي الرياضه خلال فتره الحمل، اكيد بعد ما يثبت الحمل مثل ما قالت الدكتوره، بس ولكن اكيد مو بنفس الشده ومو بنفس التكرار ومو بنفس الاوزان اللي كانت تحملها سابقا. نعم. مثل ما قلنا دائما السيده الحامل هي بيكون عندها مشكله بارتخاء المفاصل. وبيكون عندها ضعف بمركز الثقل اللي صار بجسمها اللي هو منطقه اسفل الظهر، لهيك من المفروض انه هي تراعي هيدا الموضوع لما بدها تشتغل، اكيد ما تشتغل نفس الليفل اللي كانت عم تشتغله سابقا، تكون يعني تراعي هيدا الموضوع، تشتغل اوزان اقل، شده اقل من الخفيفه للمتوسطه وتكرارات اقل اكيد. وكثير ضروري انه هي تكون، طبعا نحن هي المعلومات اللي عم نحكيها هي معلومات عامه بحاله الحمل الطبيعي والامن، بس ضروري انه نحن نسال سؤال هل الحمل امن 100%؟ هل في اي خطوره على الام او الجنين؟ هل في حاله صحيه مرافقه؟ فكتير ضروري التشبيك مع الطبيب المختص
بهي المرحله. واكيد هي وعم تتمرن هيك رياضه بالذات ضروري انه يكون في مع كوتش او كابتن مشرف على التكنيك الصحيح 100% مشان نتجنب اي خطر للاصابه. نعم. طبعا كوتش هم يمكن ان يشوف بالفتره الاخيره اغلبيه الحوامل انه ده يسوون رياضه اليوغا، وهم انه اشوف شريكهم انه يكون وياهم. شنو فائده صحيح هذه الرياضه؟ وهل يكون مهم همنا يعني اذا الشريك يكون وياك لو عادي، يعني اهم شيء انه انت تسوين التمرين؟ هلا بالنسبه لرياضه اليوغا كثير ناس مفكرين انه هي بس رياضه مديتيشن وتامل، هذا جانب جميل جدا منها، ولكن هي لها جوانب عديده اخرى. اول شيء تمارين التنفس باليوغا هي تمارين جدا مهمه، لانه هي بتفرغ الستريس وبتفرغ الطاقه السلبيه، واكيد بتعلم السيده انه كيف تتحكم بالالام، يعني بتخفف الالم، وخصوصا بالولاده الطبيعيه كثير بنسمع انه تنفسي صح، فهي كثير شيء ضروري تمارين التنفس بالنسبه لليوغا. اضافه الى انه فيها جانب مهم جدا هو التمارين الرياضيه الستريتشنج، هي من اهم التمارين للسيده الحامل انا بعتبرها، هي والسباحه او التمارين داخل الماء هن الرياضتين رقم واحد بالنسبه لي للسيده الحامل، لانه هي رياضة أيضا بتقوي العضلات، بتمدد الفقرات، كمان في تمارين خاصة قبل الولادة بالستريتشنج بتساعد على فتح الحوض، كتير بتساعد السيدة الحامل قبل الولادة الطبيعية. أكيد أكيد فعلا. ومشان نعم موضوع الشريك مثل ما قالت هو ما هو شيء ضروري، ولكنه شيء مساعد أكيد لنفسية السيدة يعني خلال فترة أكيد الحمل. فعلا، ودائما نسمع أنه من هي تكون حامل لازم شريكة همينة باعتبار حامل يا هذا 9 أشهر. طيب دكتورة خلي نرجع لحضرتك اليوم، شو كنت لازم، يعني احنا حكينا على الرياضات اللي هم السيدات الحوامل لازم يسووها، لكن شو كنت لازم تتوقف انه بعد خطر على حياتها؟ يعني انت قبل شويه حضرتك ذكرتي انه الاشهر الاخيره اتوقع، لكن شو كنت بالضبط لازم تتوقف؟ اذا كانت هي تعاني من عندها نزف مهبلي بهاي الحاله ما راح تمارس الرياضه، لان الرياضه راح يزيد الحاله اكثر. نعم. اذا كانت المراه عندها ارتفاع ضغط الدم، ضغط الدم ممكن راح يسوي تهتك بالمشيمه وهذه راح تاثر على الجنين. ممكن الرياضات اللي تسوي يعني حبس النفس، يعني هذه مثلا الغطس، السباحه فترات طويله، هذه احنا ما نشجعها لان راح يمنع الاكسجين عن الجنين وهذا راح ياثر على الجنين بالمقابل. الرياضات القفز ما نشجعها، يعني هذه الشغلات ما لازم تسويها المرأة الحامل نهائيا. نعم. طبعا دكتورة انت همينة يمكن الاشخاص البنات الحوامل اللي يجون يعني دائما تشوفين انه وزنهم انه دائما يقولون انه ما تصير انه تزيدين كلش، لانه احنا فاهمين انه احنا نقعد بالبيت وبس ناكل حتى يتغذى الطفل، وهي وزنها يكثر كلش، خاصة يعني يمكن فجأة يعني يزيد شيء كلش كبير، فهذا الشيء يصير مثلا وياك؟ تصادفين انه اكو مثلا بعض الحالات انه تقولي لها لازم تروحين للجيم حتى نعم انه ما تزيدين كل هذا الوزن؟ اكيد، حتى مثلا بالنسبه للاكل مالتها لازم احنا نقول لها لازم اكل صحي يكون، وانت ما تاكلين الاثنين، انت تاكلين بس لان هو الجنين راح ياخذ احتياجاته من الدم سواء انت اكلتي او ما اكلتي، فهاي راح تكون زياده السعرات وهذا راح تتحول الى وزن زائد يعني خلال هاي 9 أشهر. صحيح. وبعدين راح يعني نتيجتها بعد الولاده، يعني لازم تروح الجيم وتمارس رياضه حتى تفقد هذا الوزن الزائد. ووراها انه اذا كان يعني تمارس الرياضه راح يفيدها. احنا نقول لها الوزن المقبول للزياده خلال الحمل من 10 الى 12 كيلو فقط، اما اكثر من هذا الوزن فيعتبر وزن زائد وما راح نشجعه. اكيد فعلا. راح نرجع الكوتش نسالها همنا بخصوص الرياضه اليوم، ايش قد مهم الرياضه للمراه الحامل اثناء الولاده تساعدها انه تكون، لان نشوف الكثير من البنات هسه بالفتره الاخيره قاموا يلجؤون لل يسموه الحوض المائي، ما اعرف هيك شيء، الولاده المائيه من زمان انا جايبه صار لي 6 سنوات فناسيه هاي الامور، فاريد اعرف ايش قد تسهل عليها الولاده. اكيد هلا دائما بشكل عام المي وخصوصي المي السخنه بتساعد على الاسترخاء، على نعم استرخاء العضلات. فنحن لما يكون حدا عنده تشنجات عضليه بعد التمرين بنقول له اعمل دوش ساخن، لانه بتساعد جدا على استرخاء العضلات، فالولاده ضمن المي بتساعد على استرخاء اي العضلات ومساعدتها اكثر على فتح الحوض، وكمان بتفرغ هي الطاقه السلبيه، فاكيد هي جدا مهمه وضروريه، وفعلا ممكن
انها تكون تسهل عمليه الولاده الطبيعيه يعني. نعم. طيب كوتش، كأنتي موجوده بالجيم ويمكن يعني تشوفين هم يعني البنات الحوامل اللي يجون، او يعني خلينا نقول النساء بشكل عام، تشوفين اكو اقبال خاصه من الحوامل انه هم يتمرنون، لو مثل ما قلنا انه يحبون يقعدون بالبيت ويرتاحون؟ هلا بصراحة ثقافة الرياضة على المرأة الحامل هي شوي جديدة، ما كثير دارجة يعني كانت آخر فترة، بس نحن اليوم عم نحاول قد ما فينا لما ننوه على ضرورة هذا الموضوع، سواء من الحالة الطبية أو من الحالة الصحية والنفسية، عم نحاول ننوه هذا الموضوع وننشره أكثر يعني بالفترة الأخيرة. نعم طبعا يعني نورتونا، شكرا لكم، أخذنا الجانبين يعني الطبي واللي همنا الرياضي، شكرا لكم، شكرا لوجودكم ويانا. شكرا لكم.